سيدنا محمد، إن شاء الله راح نتكلم عن أول صورة التقطت وهي كسوف الشمس على سطح القمر. هذه الصورة التقطت بواسطة المسبار الفضائي الياباني، تظهر الأرض وخلفها الشمس، وهذا ما يسميه العلماء كسوف الشمس. وهذه الصورة تدعونا لتأمل الشمس خلف الأرض كيف تبدو من أعلى سطح القمر بسبب عدم وجود غلاف جوي للقمر. طبعا ظاهرة الكسوف موجودة في معظم الكواكب وموجودة خارج مجموعتنا الشمسية، موجودة في الكواكب البعيدة أيضا، وهي آية من آيات الخالق عز وجل تسير بنظام دقيق جدا. صراحة ما نقول له سبحان الله. عندما كان الناس يعتقدون أن الكسوف يتم بسبب موت عظيم، ولكن النبي الكريم صحح المعتقدات هذه الباطلة قبل 1400 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينخفسان لموت أحد ولا لحياته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، والله أعلم.